قلت المي طبعا لقتني خش على مخيلي منها. المي منين طبعا تو نوريك مكانها، جات من هناك تشوف فيه الشجر هذا، بين الشجر كان في سد ترابي، سد ترابي هذا خش عليه طبعا شنو نقولوا بالعاميه ينفلق عليهم، خش على جماعه دغوش هذا خش على ضميه. طبعا الحوش هذا الحوش تك فيه ضيح الصور عليه بعاثه، لا صور عليه بعاثه، ورقا من هان فهمتني. وجاي الوادي طبعا منبع من هنجا خش عليه منها، تو نوريك علو الوادي بروحه. شوف الصور هذا تك فيه صور المدرسه، صور المدرسه تمام اه وعلوه اللي عنده. هذه المدرسه بروحها مدرسه ابتدائي، شوف خش عليه من السلم منها. هذا الغارس اه، وشوف علبه اللي عند وينه، هذه كلها مدرسة. وأضم بيها طبعا واحد من الشباب كان معي على الطريق، اتصل بهلا قال له مرقى الدور الثاني. طبعا المخيلي اللي نجت مع الله تهم يرنوا على بعضهم يقولوا لهم ارقى فوق اسطاحات، ارقى فوق اسطاحات، يعني الحمد لله ما فيش حد طلع برا، وكان في واحد طلع برا ممكن نقول لك يصير ضحايا اكثر. شوف من هنا هم كل السلام عليكم. اول شيء راح بتلفزيون المسار على زياره منطقه المخيلي. والشيء الاول احنا اول نحن يوم اللي جيت السيل في الليل، جانا السيل في الليل النهار من الصبح الله، وكملنا لعند الساعه تقريبا 10 10 ونص. عجاج منطقه كلها عجاج على بعضها، ما فيش اي حاجه من ما فيش مطار، ما فيش حاجه تدل علينا في سيل في مطار الا في الجبل. المخيلي ما فيها شيء، عرفت. بعدها قيس ال 11 ونص تقريبا جانا سيل خفيف الليل 11 ونص في الليل. المهم احنا مشان تفرجت على السيل، بعد لقيت سيل خفيف ما زال ضعيف، ولكن احنا تم عندناش ثقه في السيل، لان في الفتره الاول جانا في 2018 خش الحواشين، لكن مش خش الحواشين كله، ومشينا وطلعنا من الحواشين وقلنا خذ احتياطاتنا. هربت شوية السيل، احنا لمينا دباشنا على اساس قلنا ايش في اي لحظة بنطلع، ما نجيبوش علم والسيل يلف على الحواشين. وتم في اضرار في ناس مع، وجاتنا مطار قيس الواحد ونص تقريبا، تمت تنطر اخرى وبتنا برا حواشينا، ما عادش قدرنا نخش على الحواشين، حتى حواشين المزارع اللي نقولوا امنات شوي لقيناها ما تقدر تخش عليها حتى هن. وبتنا برا الحواشين، عرفت. مع عشخة خشينا حواشينا نبغى نشوف الاضرار ونشوف الاشسير في المنطقه الا الساعه 6:30 في الصبح، مش هيب خشوا عليه، طحنا في الوادي تكسرنا وفي اصابه حتى ركبتي هذه، عرفت. وجينا لقينا الناس مفقوده، حتى في ناس مفقوده ومتصلات ما فيش، لا ضيل اتصالات، عرفت. المهم تم في ناس مفقودين، سالنا على بعض في جماعه بيهلبوا على الجماعه المفقودين اللي برا المنطقه، ما قدروش يهلبوا شخصين ولا ثلاثه تقريبا، في حاله في ثلاث حالات وفاه من مخيلي، منهم اثنين اجانب وواحد ليبي من مخيلي قد عمل لنا، وفي سودانيه اجنبيه. نشكر تلفزيون المسار على زيارته لنا في منطقه المخيلي، ونحن والله الحمد لله كويسين، لكن غرقنا والله نهائيا. وانا اشكر أهل المخيل كلهم، والله خسرنا كل الأشياء، ما أي شيء ما عندنا والله العظيم، لكن نحمده ونشكره على كل حال والحمد لله. فالسيل لما جاء والله جسا 12 و10 دقائق بالضبط، ونحن كنا في حالة يرسى عليها، فإلا طبينا فوق والله، فالموية يعني داخل الحوش خلي متر ونص والحمد لله. معاكم الغابلة آمنة تبع مستشفى المخيلي، الحمد لله الحمد لله على كل حال، ونحمد الله يعني في النهاية، وفي النهاية إنه ده قدر الله، وقدر الله ما شاء وفعل. يعني نحن الحاجة اللي حسينا بها وحسوا بها المنطقة كلها، ونحن نعتبر من سكان المنطقة، والحمد لله الحمد لله، وناس المنطقة ما قصروش مننا بكل، والشعب الليبي الحمد لله ربنا يدي العافية ويرحم موتانا وموتاهم جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. يعني في النهاية نقول قدر الله ما شاء وفعل، ونحن كويسين الحمد لله. سلم سلم. تعال تعال. سلم. شو جوكم تمام؟ تمام. ديما طيبين إن شاء الله.
راه اظن قريب لي بي راه في اللون. دقي هنا صغير بيرضع. هذا اخ ادم هاي محمد. طبعا كيف ما نشوف ان هذا هو مستشفى المخيلي العام اللي يقدم في خدماته لاهالي المنطقه. الدمار طال جراء السيل اللي جاء للمنطقه كيف ما تشوفوا قدامكم مشاهدينا ومتابعي عين المسار. لو سالتك اخوي عبد الرؤوف المستشفى يعني شنو يقدم من خدمات طبعا للناس، الخدمات اللي يقدمها المستشفى العام؟ ما شاء الله، هو اول حاجه كان مستشفى يقدم في عمليات تمام، وكان فيه جميع التحاليل، وكان فيه يعني كان ما شاء الله كان حسب اني غطى عن مناطق المحيطه بمخيلي كلها، كان حتى يجونا من كل مدن ليبيا يديروا في عمليات عندهم ما شاء الله. لكن طبعا جاء السيل انا هي غرقه منسوب عالي بالكل، هذه كانت برا، هذه كانت على الطريق، التريب هذه كانت على الطريق والصور من هذاك انهد، كان فيه اجهزه صوره رنين وصوره مقطعيه صوره يعني كل شيء جوا بس نشوفه تفضل ريجا. هو يعتبر كان مستشفى يعني من سنتين ترقوه للمستشفى عام، كان يقدم في خدمات ما شاء الله، يعني بقول لك يعني هذا قسم الولادة العملية. نبدأ من هنا نبدأ من هنا. تو هذا كله مسيل، كله مسيل، مسيل هذا كله. تو يعني أتلف جميع الأجهزة. ما عاش في أي عيادة أو منكوب. مرفق صحي داخل. منكوب ولا مقر حكومي ولا مرفق صحي ولا أنا كانت الأشعة. هنا كسموا فيه اكس راي، وهنا كان في هنا كان حسبة مصلى هنا هي. هنا طبعا كان الاستعلامات. استعلامات. هنا. عندك هذا. هذا الطب النساء. هذا نداء من اهالي المنطقة، يا ريت على الجهات ذات الاختصاص ان هي تشقى بمستشفى المخيل العام لتقديم خدماتها للناس. طبعا كلها بالكامل، كلها بالكامل. طبعا نحن متواجدين داخل معمل التحاليل، وحسب ما عرفت ان الجهاز هذا يعني خاص بالتحاليل. شو تحكي لي عليه الجهاز؟ قلت لي جهاز تحاليل الدم عامه، الجهاز هذا للكيمياء، وجهاز غيم غيم جدا وبيشيل اكبر كميه، لكن الحمد لله ان شاء الله ربي يعوض خير، ان شاء الله ربي يعوض خير. كيف ما تشوفوا فيه مشاهدينا هذا معمل التحاليل، يعني دمار بالكامل. كذلك حتى هذا جهاز اخر، حتى هو هذا بتاع شنو؟ سي تي. خاص بشنو هذا؟ الاشعه مقطعيه. اشعه مقطعيه حتى. كذلك حتى هو احد الاجهزه داخل مستشفى المخيل العام. لا واضح، كل شيء واضح امام عين المشاهد. بعد ست عين المسار هذا المستشفى رصدناه. يلا طبعا الضي داخل المخيلة ما فيش بكل، الضي طبعا مقطوع. هذا بتاع الرنين هذا. ان شاء الله ربي يعوض خير. هذا حد المي اللي عندنا كانت. هذا حد المي. كل شيء ظهر. يلا. طبعا مشاهدينا رصدنا بعدسة عين المسار المستشفى العام داخل منطقة المخيلي، نداء من اهالي منطقة المخيلي للجهات ذات الاختصاص بان هي تكون يا ريت في حلول عاجلة وسريعة. طبعا اللي يمرض داخل المنطقة مش حيلقى وين يعالج، باستثناء طبعا المستشفى الميداني اللي حنشوفوه حاليا اللي داروا استغاثة او نجدة الناس في وقت السيل، لكن حاليا ما فيش خدمات طبية او صحية داخل المنطقة. فهذا نداء من اهالي منطقة المخيلي بعدسة عين المسار للناس المسؤولة ذات الاختصاص في هذا الشأن. طبعا تو تحب في هذا الطامي، طبعا من الوادي جانا من هنا، جانا من هذا. شوف الجامع، احنا خشينا في الجامع حاط بالضبط، او شوف
لعند السيارات اللي تحك فيه، والوادي من هنا كان كله وادي. شوف القوس من هنا هتري كان طايحة لعند المكان هذا، رقاها المكان هذا بالضبط كله. طبعا الحشان هذي نعم، شوف هذا كله مستوى مية، المية طبعا جاتنا. شوف هذا الطامي هذا آخره، وهنا طبعا جمع في الإغاثة توه أو الإعاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بنغازي بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي متواجدة في منطقة المخيلي، ومساعدة ومد العون للعائلات المتضررة والبالغ عددها 125 عائلة، سلة غذائية، وسادات وبطاطين ومشكوط أطفال وبطاطين. وما زالت هذه بإذن الله تعالى المساعدات لمدة 3 أشهر قادمة تحسبا لأي طارئ. تلقينا النداء من أهالي منطقة المخيلي بأن هناك عائلات متضررة جراء السيول. على طول درنا تواصلنا مع المنظمات الدولية، وكنا الحمد لله في الموعد اليوم التاريخ 24/9 متواجدين في منطقة المخيلي، وفي منطقة ثانية تبعد حوالي 70 كيلو اللي هي سلك أبو عسكر، فيها 50 عائلة متضررة. معنا المساعدات، وبإذن الله سنتوجه غدا إلى منطقة سلك أبو عسكر وتقييم الأضرار ومد يد العون للعائلات المتضررة. شكرا لتلفزيون المسار على مواكبة الأحداث، وبارك الله فيكم. نشكر من في زعم سواء من الغرب والله من الشرق المنطقة المخيلي، ونشكر جميع من فزعلنا سواء من الغرب والله من الجنوب والله من الشرق، والآن المنطقة تم جاء في غاثة بارك الله فيهم. ونشكر جميع هيئة الليبية لغاثة وبارك الله فيهم، يعني نشكر جميع اللي جاوب كواشيق وجاوب زعل المنطقة، وإن شاء الله ربي يطلب بالحيل وربي يفرج جميع الدرن ويفرج جميع المناطق الغارقة. السلام عليكم. اولا رحبوا بتلفزيون مسار، زياره ميدانيه للمخيلي. طبعا هذا الوادي اللي سبب فيضان على المخيلي. طبعا شوف لما يبقى ناب حكم تخصصي وعلمي في الزراعه ان الارض طالما ان يطلع نحن نقولوا له بعمية قزقازه البيضات اللي ينصخر البيض، طالما ان يطلع معناته المقر هذا مقر وادي، مكان وادي. شوف ارتفاع الطريق وعباره وحده، تخيل الكميه هذه كلها وين تريد تمشي؟ شوف فاهمنا وين تريد تمشي الكميه هذه كلها الميه؟ طبيعي تبي عبارات، تبي طريق مرتفعه. الوادي هذا كله مدير لعباره وحده. في 2018 جانا السيل وخذ نفرين من مخيلي وخذهم منها، وقالوا تو ندير لكم عبارات، وجاوا داروا عباره من 2018 لعند تو لعند تو 2018 لعند تو ما رايناش الا صراحه ما رايناش الا العباره هذه من غير تعبيد بالطريق، وما مسؤول روح وعباره على الطريق مهانه وما زالت نفس ما هي. وعباره طولها وعرضها يعني نقول لك حيش طولها ممكن 18-20 متر. ايش تريد تساعد عليه عبور المي؟ تساعد الحل الوحيد ان ياخذوها من محطه الشيل هذا الى مرفق المزارع مفوز المزارع. هذه كلها ضروري تندار عبارات عشان تهلب المي من تحت منها، اما غير هكي مستحيل تهلب المي، حتصير مأساة اخرى ومأساة اخرى والله اعلم ايش يصير اخرى. وربك سلم في فترة 2018 وسلمنا في الفترة هذه الجاي الله اعلم. يعني شوفوا كان ما فتحش الطريق حتكون مأساة مخيلي، كان ما فلكش من هنا الوادي والله حتكون مأساة. نحن صح خذ منا 6 أرواح لكن يا لا درنا، يعني أول حاجة عز إخوتنا في درنا وما حصل فيهم أكبر منا حصل فينا نحن يعني، لكن الحمد لله مع هذا كله نقول الحمد لله. لكن نحن نحكوا على المأساة اللي لا سامح الله لو صارت أخرى، لو تلاعبوا بنفس الموضوع اللي صار فينا نحن توه. نحن نبوها عبارات من فوز المزارع للمحطة أو ديروا ناقل ينقلونا فوق في ارتفاع من على المخيلي ما يبعد شيء، ارتفاع على 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 الوادي ما يقارب عن 100 متر، ليش ما يدروش النغة هذه؟ نحن نطالب من جهات المسؤولة أن تتخذ فينا
قرارات الصائبة، وإلا حتكون إحنا لنا مأساة قادمة. واللي يسكنها وضم يكلم يبو إيش ما تجيبنيش وتجيب لي تعويضات. طبعا نحن أول حاجة نشكر أخوتنا الغرب بزعاونا وأخوتنا اللي يليانا من المناطق اللي يليانا، لكن فزعة المواطن مش كفزعة الحكومة. نحن نبو من الوزارة جميعاً، ما نعرفش لا غربي لا شرقي، نعرف عيش واحد، نحن مواطن ليبي ونبي أن نعيش عيشة كريمة. أنا هي مش كل ما كل خريف وكل الشتاء نرجع وادي ونبقى خايف من الوادي يجي ياخذني وياخذ خوتي وياخذ مأساة. هذه ما عادش نعيش هذه، وإلا انقلني فوق، ما أناش قادر تدير طريق انقلني فوق. مأساة راهي نعانوا منها، نعانوا منها. مدارس سوى متهالكة، مقرات حكومية ما فيش مقر فاتح في المخيلي. السلع التموينية ما عندناش محل، نمشي لعند العزيات، نمشي لعند يعني مع فزعة خوتنا، يعني احنا الحق فزعة الليبية تغنينا عن باقي الدول اللي برا. احنا الحمد لله خوت وفزعنا مع بعضنا. هذه المطلوبة من وزارات ومن جهات الحكومية بكل تفاصيلها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحد سكان منطقة المخيلي المنكوبة، وعندنا محليات الذرة بالألوف، محل كماليات ومحل غذائية خسارة كبيرة، وعندي عمي الله يرحمه خاذ الوادي ومنطقة المخيلي نبو فيها حل جذري. بالنسبة للطريقة هذه مرتفعة وكل ما جيل وادي يرد فيها على المنطقة، نبو فيها حل جذري، يدرون حل للطريقة هذه، ومستشفى كانت يدرون فيها عمليات من جميع مناطق ليبيا حتى يدمرت، نبو لها حل، ونبو حل المدرسة المخيلي، نبو وقفة من الدولة معنا، وقدر الله ما شاء فعل. أرجو منكم أي مسؤول أن ينتبه للمخيلي ودلنا فيها حل بأسرع وقت، وارحم الله والدينا. السلام عليكم. بالنسبة للوضع الشبكة كان نقدر نقوله وضع متهالك تعبان، روحت الشركة إن شاء الله توه بادية في الخطوط، قايمين بصيانة الخطوط السابقة، وإن شاء الله بعد إتمام عملية الإضاءة الكاملة للمنطقة نبدأ في عملية إنشاء الخطوط الجديدة. تو حاليا واقفين عليه محول محطة الوقود، وإن شاء الله الليلة حيتم شحنه. وبالنسبة للأحياء السكنية حوالي 80% تم تغذيتهم على الشبكات السابقة. وبالنسبة للباقي الأحياء إن شاء الله بادين في الشغل بتاعهم، الشركة بادية تو تخدم تصيف الخطوط، وإن شاء الله نقول الوضع ماشي الأحسن. نرحب بكم، نرحب بتلفزيون مسار. أنا استولى في منطقة المخيلي. طبعاً نحن عندنا الوادي هذا ما يعني نحن في خطر، نحن قاعدين في نص الوادي، ونحن كنا في الحي هذا، والحي هذا جانب طبعاً خش علينا الوادي. نحن طلعنا العائلة من هنا، كنت نبدي نشوف فيه من لورا هنا، لما جيت هنا طلعت عائلتي وطلعت جيراني. نحن طلعنا من هنا جانا كان الوادي إيش خش علينا هان. شوف يعني حتى الطامي كان فوق الباب من هنا، يعني الوادي بروحه وصل عند الرواشن ها، خش علينا جوه. في طبعا جاري من جوري الجاري اللي وراي هذا حوشه شقق، وبالي سلمنا بروحنا وبالي نجينا بروحنا، طلعنا عائلتنا وقعدنا في الجامع هذا. تشوف فيه جينا قعدنا فيه في الليل الاخرى، تقوت المطر وعليا وتم تمطر مع فيضان، ونحن نعمل من الدوله انها تنزلنا الطريق، لان نحن وضعنا اصبح خطير. الطريق هذه تم تجديد لنا سد على المخيلي، سد مع الطامي، تمت الطريق ترد علينا الميه. نحن نطالب يوم يدورنا عبارات يوم ينزل الطريق لوطه، وهذا عين كما هو. شفت الحوش، شفتوا هذا اثار قديمه بني الطليان، شوفوه انهد، يعني عمره ما وصلت الميه هنا، واو طاح. ان شاء الله ربي يسلم.